إن الله لا يرضى. إيش اللام هذه؟ مزحلقة للتوكيد، مزحلقة للتوكيد. إذن إن للتوكيد ولام مزحلقة للتوكيد، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم بتوكيدين اثنين عن رضا الله عز وجل عن العبد. الله يرضى ولا ما يرضى؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد بتوكيدين اثنين أن الله يرضى، ويأتي هذا صاحب التعريف يقول لا، لا نقول بأن الله يرضى. سبحان الله، قال الله جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نقول. لكن الحديث هذا عجيب يا أخوان، إن الله لا يرضى عن العبد، عن العبد أي عبد، كل عبد، كل عبد. كيف عرفنا كل عبد؟ الألف واللام تفيد الاستغراق. الدليل قال إذا قال المصلي في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصابت كل عبد صالح في الأرض وفي السماء. فقال ها الدليل على إيش؟ قول معي الألف واللام تفيد الاستغراق. إذا الله يرضى عن كل عبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمد عليه. شيء عجيب والله. من الرزاق؟ الله عز وجل. يرزقك ماذا؟ طعاما وشرابا، يمن عليك بذلك، يعطيك الطعام والشراب، يرزقك إياه ويحله لك، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ومع ذلك إذا قلت بسم الله وأكلت أو شربت بيمينك وقلت الحمد لله رضي الله عنك. سبحان الله، هو الذي رزقك، هو الذي شرع لك، هو الذي مكنك، هو الذي وفقك. فإذا حمدته رضي عنك. حقا وما بكم من نعمة فمن الله. كثير من الناس لا يحمد الله، يأكل ويشرب لا يسمي الله ولا لا، خاصة في الشاي والقهوة، صب صب صب، يمكن يشكر الصب صباب القهوة المقهوجي، لكن ما يقول بسم الله ولا يقول الحمد لله. ليش؟ ثقيلة. يقول بسم الله بعد يقول الحمد لله، ولا محروم؟ محروم وليس محروم، ترى محرومين يا أخوان. قل بسم الله، ها قل إيش؟ بسم الله. والخرص قل قل الحمد لله يرضى الله عنك. شوف الغفلة، يرضى الله عنك، تقهوي سمي الحمد لله يرضى الله عنك. الله أكبر. لكن كم فاتنا؟ خلينا من الفاتنة الآن، عليهم الجاي، عليهم الجاي. إذا مددت يدك على طعام أو شراب سم الله، وإذا طعمت أو شربت فقل الحمد لله، متابعا بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفا للشيطان، ذاكر اسم الله وما فيه من البركة، حامدا ربك جل وعلا، راجي الرضا. كل هذا فنجال قهوة، قهوة يعني قهوة، خاف اللي يتابعونا ما يعرفون، ها قهوة، تقول بسم الله تتقهوى، تقول الحمد لله، اللهم لك الحمد. كل شيخ النوايا والعلم يزيد المسلم أجره. العلماء سبقوا العامة بالأجور، قالوا بالنيات، ينوي هذا وهذا وهذا، أبد قهوة بقول بسم الله بقول الحمد لله، نيتي حتى لو مو مشتهي يلا قهوة واحد، علشان أقول بسم الله، علشان أقول الحمد لله، عشان أشرب بيميني، عشان أتبع رسول الله. شو رسول الله كان يتقهوى؟ لا، تتبع رسول الله يعني باليمين، مش يعني بالسائل اللي تشربه، واضح؟ وتأخذ أجر. اللهم لك الحمد.